وهذه هي الفرحة ديالي اللي قررت انني نشاركها معكم. كيف ما قلت لكم كلكم خلي البصمة هنايا، فهذا هو الكود ادسنس، جاني يعني البارح، فقررت انني اليوم ننزل لكم هذا الفيديو هذا. شكرا شكرا لكم بزاف، وكان بوسكم كاملين، وكنقول لكم احبكم في الله. يا ربي ترفع علينا هذا الوباء. كتحسوا بنكهة البيتزا يعني كاينه فيهم، ها نتوما كما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجيو بحال هكا، كيجيو زوينين وفتيين، وكذلك المذاق روعة. مقادير بسيطة متوفرة في جميع البيوت. ما عليكم الا تبعوا المراحل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، احلى متتبعين قناة بشرى فانور. كيديري لاباس عليكم؟ كي غاديين مع شي سهام؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. هذا الفيديو صراحة بعد مدة انني ما بقيت حطيت شي حاجة، فهذا الفيديو قررت انني نبارطاجيه معكم صراحة، يعني نشارككم الفرحة ديالتي، وكذلك نرجع معكم من بعد هذه المدة الطويلة اللي وقفت فيها. صراحة كنت واخدة واحد المدة انني نرتاح فيها من بعد الضغط النفسي وهذه الامور اللي كلها دازت، راكم عارفين وكلكم يعني كنظن عندكم نفس الظروف، فوقفت شوية انني نرتاح ونرجع بواحد طاقة ايجابية. فالحمد لله والشكر لله، دابا راني بخير وصراحة يعني فرحانة، وقررت انني نشارك معكم هذه الفرحة هذه من بعد المدة ديال 9 شهور باش حليت القناة. يعني كاينين يعني شروط ديال اليوتيوب، فالشرط الاول كملته في واحد الفترة وجيزة فضل الله وفضل يعني المتتبعين ديالي، وكذلك الشرط الثاني فديال 4000 ساعة حتى هو يعني كملته في واحد المدة ديال تقريبا 5 شهور، وكملت الشرط ديال 4000 ساعة. فبصراحة تنشكر بزاف جميع الصديقات ديالي اللي ساندوني واللي يعني تعاونوا معايا، وكانوا كيصبروا عليا وكيخليوا اللايك وكيشاهدوا الفيديو الى الاخر. وكذلك كنشكر العائلة ديالتي اللي يعني حتى هما كانوا واقفين معايا وكانوا مسانديني وكانوا كيعطوني الطاقة الايجابية باش انني نزيد يعني نكمل، لان يعني بصراحه اليوتيوب كيبان سهل، ولكن فاش كتدخل ليه يعني شي حاجه اللي ماشي سهله، اللي كياخذ منك الوقت وكياخذ منك كذلك الجهد باش ان الانسان يدير التصوير ويدير المونتاج، وانه يعني يقاد الاشهارات، وانه يعني يقاد العنوان، وانه يقطع، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. وبالنسبه يعني يعني المراه اللي كيكونوا عندها هكا الوليدات فراه ماشي ساهل، غير يعني الفيديو كيتحط هكا يا راه فراه كياخذ واحد الوقت وكياخذ واحد الجهد كبير. تنشكر بزاف كذلك كيف ما قلت لكم العائله ديالتي والمساند الرسمي سيمو، كنقول لك شكرا اخويا على خطك عليا. صراحه هو اللي حل الايميل ديال القناه، هو اللي يعني كان تيساندني، هو اللي وراني كيفاش ندير المونتاج، فيعني الفضل كله كيرجع ليك. كنقول لك شكرا اخويا على خطيك، والله يعطيك ما كتنوي في خاطرك. وكذلك عمي اللي حتى هو ساندني، كنقول لي حتى هو شكرا وعواشرك مبروكه. وما ننساش كذلك الاب ديالي اللي حتى هو كان فين ما كان حط شي فيديو كيقول لي راني خليت لك اللايك ودرت لك المشاهده الى الاخر. وما ننساش كذلك الزوج ديالي حتى هو كنشكره بزاف، لان صراحه ما كان كيبخل عليا في حتى شي حاجه وكان كيصبر عليا بزاف، لان يعني كيف ما قلت لكم كياخذ الوقت بزاف، وسيرتو يعني كتكوني كمبتدئه فما كتكونش واحد لغه، كيكونش انسان اورغانيزي راسو عارف اش غادي يدير، فكيكون واحد شويه ارتباك وكيكون واحد شويه يعني الفوضى كيف ما تنقولوا. الحمد لله هادشي كامل يعني داز، وكان باقي ليا الشرط الاخير اللي هو الدولار، اولا يجيني الكود بين يعني ديال ادسنس. فهاد الشرط هذا يعني تعطلت فيه واحد شويه، خديت فيه واحد المده لان كان عندي غلط بالنسبه للبنات اللي كيديروا اليوتيوب، اولا بالنسبه للبنات اللي يعني باقين في هاد الشرط هذا، فتنقول لهم ردوا البال لان راه مشكل بسيط، كتبقى يعني واحد المده كلشي محبوس، داك الدولار اللي كيتجمع كله يعني كيضيع كيمشي مع لحد الساعه انا ما عرفتوش يعني فين مشى. المهم من بعد يعني حاولنا اننا نعرفو، درنا يعني موديفيكا وقديناه، فمن بعدها يعني تحقق الشرط الاخير اللي هو الدولار، وهذه هي الفرحه ديالتي اللي قررت انني نشاركها معكم. كيف ما قلت لكم كلكم خلي البصمه هنايا،
فهذا هو الكود ادسنس جاني يعني البارح، فقررت انني اليوم نزل لكم هذا الفيديو هذا. شكرا شكرا لكم بزاف، وكنبوسكم كاملين وكنقول لكم احبكم في الله. من هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجيو، وكذلك تزيدوا تحمسوني وتزيدوا تخليوا لي التعليق وكذلك اللايكات والبارطاج، فالقناه مازال صغيره ومازال يعني خاصها ان شاء الله تكبر بفضل الله ويعني الفضل ديال المتتبعين. تنقول لكم بوسه كبيره لكم، وغادي ان شاء الله نصايب لكم واحد الحريشات نبارطاجيهم لكم. كيجيو زوينين بنكهه ديال البيتزا، كيجيو فنيين ورائعين وسهلين يعني بساط، ما كياخذوش واحد الوقت يعني 10 دقائق ممكن انك توجديهم. نخليكم مع المقادير، وهنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوزوا المقادير على بركه الله. هنا عندي حبه ديال البصله خضاريه انا استعملت، الا كانت متوفره عندكم، الا ما كانتش متوفره فممكن انكم ديروا اي نوع ديال البصله الحمراء او لا يعني العاديه. هنا عندي نص حبه ديال الفلفل. بالنسبه للبصله الا كانت صغيره وحده، الا كانت كبيره نصف وحده كافيه. عندي هنايا جوج معالق ديال الزيتون اسود، عندي معلقه ديال القزبر هكا مقطع، وعندي معلقه ديال الزعتر يابس، عندي حك ديال الطون هنايا كنخويوه من الزيت ولكن ما كنصفيوش مزيان، كنخليوه بحال هذا الشكل هذا يعني فيه غير واحد النسبه قليله. هنايا عندي ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون باش غادي نبسبسها، عندي نص معلقه صغيره ديال الخميره العجينه ديال الخبز، وعندي معلقه صغيره ديال الملح، وهنا عندي معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه بيكين باودر صافي. وهنا عندي واحد الرشه ديال الثوم غبره اولا مجفف، وعندنا هنايا 300 غرام ديال السميد الناعم يعني ما تكونش غليظه. انا غادي ندوزو نبداو المرحله الثانيه، غادي نجيبو بول بحال هكايا وغادي نديرو فيه السميده ديالتنا صافي. هنايا كيف ما كتشوفوا انا درت السميده هنايا، غادي ندير معها المعلقه ديال الزعتر، وغادي نديرو معلقه يعني نص معلقه ديال الثوم المجفف يعني الا كان متوفر، انا هذا كيسهل عليا، الا ما كانش فكافي انا البصله. غادي ندير الملحه، وغادي ندير الزيت باش نسقوها يعني نبسبسوها. بغيتو تستعملوا الزيت العاديه النباتيه ممكن، انايا كنفضل انني نستعمل زيت الزيتون كيجي عاطي واحد النكهه زوينه للحرشه صافي. تبسبس لينا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندير الطون، غنحاول انني نحلو كامل مزيان وندخلو في هذيك السميده، ما نخليوش يعني طروفه. هاكا نحلوه بيدينا نفتوه مزيان، صافي. دابا غادي ندير كيف ما كتشوفوا الطون ها هو يعني منسجم مع السميده، حليته مزيان. هنا عندي البصل، تحاولوا انكم تقطعوهم رقاق رقاق يعني قد ما رققتوهم يعني كيسهل عليكم الخدمه ديال الحرشه صافي. ودابا غادي ندير الفلفله ها هي كيف ما كتشوفوا مقطعه رقيقه، هي ندخلوها مزيان. بغيتو ديروا فلفله الوان اولا ما عندكمش الحمراء وبغيتو تستعملوا الخضراء على حسب يعني اللي متوفر عندكم غادي تخدموا به. صراحه انا كنصحكم انكم تجربوها، راه كتجي حرشه بنكهه البيتزا لذيذه بزاف وناجحه معكم من اول مره. هنا غادي ندير جوج المعالق ديال الزيتون،
هكا قطعه حتى هويا رقيق. وهنا غادي ندير المعلقه ديال القزبر اللي مقطعه هكا صافي. ونبقى نمزج في العناصر مزيان. الخميره مازال ما درتهاش، غادي ندير دابا الخميره البيكنج باودر معلقه صغيره، وبالنسبه للمعلقه النص معلقه ديال الخميره الفوريه فانا غادي نكب عليها الماء وعاد باش غادي نخلطها. الماء عندي نص كاس ديال الماء، يعني الماء اللي كنشربو عادي، نص كاس ماشي سخون، ماء عادي. غادي نكبو على هاد الخميره هنايا، نخليها حتى هكا تذوب شويه وغادي نخلطها. فهنا كيف ما كتشوفوا الخميره دابت، انا غادي نخويها هنايا على هذا الشكل صافي. ودابا غادي نبدا نخلط بالماء، ولكن ما نحاولوش بحال كنعجنوها، غادي نجمعوها غير هكا بالصبع هكا بحال هكا. تمام صافي. وهي كيف ما كتشوفوها. وبالنسبه للفرماج اللي بغى يزيدو انا كنكتفي بها هكا فقط، ما كنديرش الفرماج صافي. ودابا غادي نخليها ترتاح شويه، غادي نوجد البلاطو اللي غادي نحطها فيه، وغادي نوجد المقله تسخن وانتم معايا صافي. هنا كيف ما كتشوفوا انا وجدت واحد هكا طاسه درت فيها السميده، وعندي هنايا المول ديال هذا ديال الحرشه. اللي ما عندوش ممكن انه يستعمل حتى الغلاقه ديال النوتيلا حتى هي ممكن انهم يستعملوها، كيف ما درت في الفيديو السابق فاش درت حريشات بالجبن والزيتون. غناخذوها بهذا الشكل هذا، حاولوا اننا ندوزوها هكا يا من السميده، وغادي نحطوها هنايا في هذا الوسط ديال المول، ونحاولوا اننا نخدموها بهذا الشكل هذا باش تجينا متساويه صافي. كيف ما كتشوفوا كندركو عليها بهذا الشكل هذا، كتخرج لينا بهذا لافورم هذه صافي. هنا عندي بلاطو كيف ما كتشوفوا، ها هو وجدتو، حطيت فيه هاد السريبيته هذه نقيه، وغادي نكملهم كاملين. صافي هنايا غادي نبداو نقلبو فيها. كما قلت لكم راني محتاجيش انني ندير لا زيت لا حتى شي حاجه، ما كتهرش شاده في راسها. هنا بقى لي واحد وحيده، نحاول انني نحطها في البلايصه هذه صافي، وغادي نستمر حتى نكملها.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالنا. شوفوا كيف كيجيو، كيجيو زوينين ومحمرين وكيجي بواحد المذاق زوين. التقديم كيبقى حسب الرغبه وحسب المتوفر، يعني اللي بغي يقدمهم غير في تفصيل عادي ممكن انكم ديروا الربيع، ممكن انكم ديروا الخص اللي بغيتو. هنايا هاد لاصوص عندي مايونيز وزدت عليه معلقه صغيره ديال التهريسه باش تجي لاصوص شويه حاره تجي زوينه. وانتم يا يعني لما بغيتوهاش ممكن انكم تستغناو عليها. نتمنى ان هاد الحريشات ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.